انتباه قوموا تحركي تحركي انتباه لمي شعرك اظبطي طرحتك اقفلي صدرك اهلا ملكة جمال التناحة البت دي هنا بتعمل ايه مش في الانفرادي ليه تمام يا فندم لسه واصلة تروح تاني تعيش هناك على طول حاضر قومي يا كريم قومي دلوقتي قومي يلا يلا كله على سريره انخمدوا ناموا حوش شكرا عرفت ان محمود خرج بالسلامة؟ الحمد لله طب ما انتش ناوية تروحي تشوفيه؟ هو اساسا مش هيبقى طايق يشوفني عادل بعد اللي ماما عملته فيه خلاص يا شرف انت مش شايله نفسك الذنب ليه انت عملتي له ايه عارفه ذنبي ذنبي ان بنت نور عز الدين عرفتي ذنبي ايه يا شرف والله محمود بيحبك انا واثقه من ده طنط سعاد مش طايقاني بعد اللي حصل اكيد يعني ده رد فعل طبيعي للي حصل واول حاجه هتطلبها منه ان هو يطلقني سيبك بقى من الكلام ده كله طنط سعاد قالت كده عشان كانت مصدومه من اللي ماما عملته انا عارفه انا بقول لك ايه يعني انت شايفه اعمل ايه دلوقتي لازم طبعا تروحي لمحمود محمود بيحب تفضلي تفضلي يا ماما بالشفا بسم الله الرحمن الرحيم تسلم ايدك يا اختي شويه ميه بقى تفضلي ايوه تفضلي تفضلي يا دكتوره انا مش عارفه انا اللي دكتوره ولا انت اللي دكتور تفضلي لا دي لجنه كبيره قوي اللي كانت بتمتحني اه والله اه دكتوراه يعني ونعم بالله الحمد لله الحمد لله ايه يا اختي اللي انا بسمعه عنك ده ايه اللي انت عاملاه والفضايح المصيبه اللي انت فيها دي ايه ده عملت ايه ولادك بيشتكوا مر الشكوى في واحده تعمل اللي عملتيه تروحي تبلغي عن جوز بنتك ده كلام مش كنت تتاكدي الاول اصل انت ما تعرفينيش يا دكتوره انا لو ابويا ركن في الممنوع اكلبشه ايوه اعملي لي يا اختي فيها خبيره ايوه اعملي لي زي الكلاب البلوصيه اللي دايره تشمشم انك زي كلاب ربنا يسامحك انت عارفه هو بريء ولا لا يا ماما هو في مجرم بيعترف بجريمته على راي المثل قالوا للحرام احلف راح حلف على طول عامله فيها خبره قوي انت كده بتجني على نفسك وعلى بناتك كمان اعمل ايه يا ماما بحبهم قوي وبخاف عليهم واي حد يأذيهم ببقى هتجنن ده انت بقى هتعملي زي الدبة اللي قتلت ولادها لازم تصلحي الموقف ده باي طريقة تفتكري ينفع طبعا طبعا ينفع اي حاجة تنفع لو فكرت فيها بعقلك يا بنتي كبسي كويس حاضر حاضر انا كنت اجيب واحده من بره بقى ما جبتيش ليه ما جبتيش ليه ايه كده انت مين يا اختي بتعملي ايه هنا انا مين انا نور نور فاطمة لوزة فاطمة ايوه يا مسعد يا ولاد انا جايه هو انا جايه هو انا جايه هو انا جايه انت هتغني ايه فين فوتنا وعايزه فين انت مالك انت يالا يا فوتنا خلاص يا اخويا يا فوتنا
يا فتنة. مفيش فايدة. جوز خالتك عايزك يا فتنة، جوز خالتك عايزك يا فتنة، فتنة. أيوة يا خالتي أيوة. تعال تعال يا حبيبتي، تعالي اقعدي جنبي هنا. نعم يا جوز خالتي. خير؟ عندي ليكي خبر بمليون جنيه. والنبي صحيح كريم رجع؟ كريم ايه بس اللي رجع؟ ربنا يرد لامه حبيب قلب امه. يا ستي ما احنا ما قلناش حاجه، هيرجع بالف سلامه هو وابنه، بس مش هو ده الخبر. ايه الخبر فوزير رمضان؟ الريس سلامه الخشت، عارفينه طبعا، ابنه بقى عايد الخشت، مطرب الصاعد اللي انتوا عارفينه ده، طالب ايد فتنة. الف مبروك يا فتنة. انت بتزغرتي على ايه؟ انا مش عايزه اتجوز. مش عايزه تتجوزي ليه بقى ان شاء الله؟ ناويه تقعدي جنبي في البيت يا بت وتعنسي ولا ايه؟ ماله العريس ده؟ عريس لقطه ده، مفيش فرح شعبي فيكي يا بلد الا لما الواد بيبقى مطلوب فيه. تتجوزيه وتعملي معاه دويتو، فرقه صغيره كده على قدكم، تحتلي كل الافراح الشعبيه اللي في مصر. يا خالتي مش عايزه اتجوز، هو الجواز بالعافيه يا ناس. مالها البت دي في ايه؟ انا مش فاهم وبتزعق ليه كده؟ ده انا فاهم ان انا اول ما اجي اقول لك الخبر هتطير من الفرح. معلش يا جوز خالتي، اصل انا فقريه بعيد عنك، انا مش عايزه اتجوز يا ناس، عن اذنكم. ما بتفكرش في الجواز خالص؟ امال بتفكري في مين يا حبيبتي؟ بتفكري في كريم اللي سابك واتجوز؟ مش فاهم البت دي طالعه فقريه لمين؟ زي خالتها، تسيب العسل وتغمس في المش بدودو. اه عمل تلاهي. انت عارفه يا نور ان انا بحبك قد ايه، بس الموضوع ده انت تسرعتي وغلطتي فيه. جايز انت كراجل شرطه؟ نعم نعم. ايه راجل شرطه ده؟ انت شايفني قاعده قدامك ودقني مخدره؟ يا ستي ما اقصدش، قصدي انت كسيده شرطيه يعني بيقودك الحس الامني، وده اللي خلاكي ما تعمليش اي اعتبار للقرابه. كان لازم تتحري اكتر وتعرفي انه ولد كويس وانا اعرفه ومحترم جدا. يا امجد، الممرضه بتوزع فلوس على الاستاف وتقول لهم الدكتور بعت لكم نصيبكم العمليه، وانا سمعته بيتكلم في التليفون وبيتفق على اتعاب العمليه. أشك ولا بشكش؟ لا يا ستي، ما يمكن أي عملية عنده في المستشفى. كان بيتكلم مع المساعد بتاعه زي شغل العصابات كده، ده كان ناقص يقول له الفلة في المنفلة والمرت في قعر الحلة يا ريس. أنت أصلا شاكة فيه؟ أيوة، وسمعتي المكالمة وأنت شاكة فيه. لو تسمعي المكالمة من غير شك هتلاقيها مكالمة عادية جدا. زمان انتصار مهيجة الدنيا عليكي. انتصار ربنا يسامحها، الست دي هوايتها جمع المصايب، بتغير ريقها الصبح على سيرة الناس، بس مش مهم انتصار. بناتي بناتي عايزين يمشوا يسيبوني، اعمل ايه؟ سيبيهم انتي وامشي.